نمنا صحينا لقينا الكابتن امير توفيق في الجزائر بيتعاقد مع لاعب من اهم لاعبي النادي الاهلي اليو ديانج. اليو ديانج والكواليس، يعني انت فاجئتنا بالصفقه دي، صفقه اليو ديانج ما شاء الله من اهم الصفقات للنادي الاهلي. ازاي كنت متابع اليو ديانج في الدوري الجزائري، حاطط عينك عليه، سافرت فجاه لقينا صوره الكابتن امير مع اليو ديانج، تم التعاقد مع اليو ديانج؟ ديانج احنا تعاقدنا معاه في شهر 7، احنا كنا بنعمل له سكاوتنج من شهر 2. شهر 2 يعني انت متابعه قبلها بخمس شهور؟ قبلها بس احنا كان الدوري خلص شهر 5 هناك في الجزائر، فقعدنا 3 شهور بنتابعه. بعد كده اتفاوضنا في شهر 6، فتره كبيره حوالي شهر كده بنتكلم مع النادي، وفي الاخر خلصنا كل حاجه في اول 7. ديانج برده كان لعيب شايفين ان هو كان فاكر وقتها كان في مفاضله اعلاميه بين ديانج وفرانكوم، يعني فرانكوم اللي كان لاعب الترجي او كان الناس كلها رايحه لفرانكوم، ديانج ما حدش مركز معاه قوي. انت رقصت الناس كلها ورحت حته ثانيه. احنا كان ديانج شايفين لعيب صغير في السن، لعيب المستوى بتاعه في تصاعد جامد جدا. كان معايا وقتها كأنيس بوجلبان، كان معايا في القصه، ساعدني جدا في الموضوع ده وسهل عليا كل حاجه هناك في الجزائر وخلصنا كله. أنيس بوجلبان؟ طبعا طبعا سهل عليا كل حاجه في الجزائر هناك، وكان بيساعدني بشكل جامد جدا يعني، ويعني كان ليه دور جامد جدا معايا في القصه يعني. طب ايه حقيقه ان كل يوم بنسمع اليو ديانج ليه عروض احتراف، اليو ديانج هيمشي في نهايه الموسم؟ خلي بالك ان الفتره دي لسه بدري قوي على الكلام ده، الفتره دي بالزبط. طول ما النادي الاهلي بيمشي كويس وطول لازم يطلع اخبار كده نتائج طيبه وبتحقق بطولات، لازم هتلاقي الاحتراف واللعيبه، بالرغم ان احنا مش في موسم التقالات. احنا الاسبوع اللي فات ده جه عروض احتراف للشناوي والهاني محمد هاني واليو ديانج ومين تاني وجبنا فرود عراقي وفرود صح ولعيب واحتمال انت تحترف وجبنا لعيب بتاع سيمبا وجبنا لعيب من تاني، فيعني لسه هنسالك عن كل ده. يعني مفيش، بص ما كلها حاجات يعني استهلاك الي مش اكتر، فاهمني؟ انت النهارده احنا شهر 2، الويندو في مصر هيفتح امتى؟ محدش عارف. يفتح في 7 ولا في 8 ولا 9؟ الدوري يخلص امتى؟ محدش عارف. فلسه بدري قوي على الكلام ده يعني، ومحدش عنده معلومه والله بجد يعني. الناس اللي بتقول لك الاهلي هيجيب حد او هيمشي حد، او مثلا مروان محسن يطلع اعاره، طب يا جماعه عرفتوا منين الكلام ده؟ اذا كان اصلا لسه اللجنه ما خدتش قرار، الراجل بيلعب موجود في الملعب مع فرق، فيعني لا مش طب حقيقة.